بديل ليها. واول المحطه دي ما جت هنا من 17 سنه وقالوا هنعمل محطه احنا هجنا برضه. سددونا وقالوا لنا يا جماعه المحطه دي مش هتوصل في البحر ده لان البحر دي ثروه شبكيه، المحطه دي هتروح صفر السلابسه هتصب هناك. السيد بيه وزيرة المحافظة السيد سالم سجدنا بالكلام ده، سجدنا بالكلام ده. ما احنا بقينا نروح ليك في هناك في شبين بقى هو يجتمع بينا ويقول لنا ما تخافوش ده انا وانا قلبي عليكم، انتوا صيادين وانا معاكم وما تخافوش من اي حاجة. المحطة دي هتنزل مية معدنية في البحر مش هتنزل ولا تبوظ لي الزريعة. احنا فينك انت دلوقتي يا سيد؟